إنها تلك الاستعاذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه إذا أوى إلى فراشه ليقرأها فيهما، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، فهكذا بعد أن يقرأ وينفث أو ينفث ويقرأ يمسح الرأس والوجه وما أقبل من الجسد، فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، ينفث ويقرأ ويقرأ وينفث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وهذا الريق الخارج بالقرآن، هذا النفس الخارج بالقرآن مبارك وسبب لحفظ الله تعالى، فيمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثم يجمعهما مرة أخرى ليقرأ وينفث بهذه السور 3، ويمسح وجهه بعد رأسه وكذلك ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ويتأكد هذا حين يكون مريضا، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، كلما استطاع أن يطاله من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى أي مرض كان يأمرني أن أفعل ذلك به. إذا أوى إلى فراشه يقرأها وينفث حالة القراءة، يمسح بهذا الريق والنفس الخارج من القرآن، فإنه هواء معه رذاذ قليل، هكذا هو النفث الذي يفعله المسلم في كفيه بعد أن يقرأ المعوذات، تحميه وتحفظه بإذن الله. فتأمل كم فيها من المعاني العظيمة التي حوت الاستعاذة بالله رب العباد رب الإنس والجن من شرورهم جميعا، بل ومن شرور كل المخاليق حتى الحي والعقرب والدواب وكل ما يتحرك في الليل، ومن شر ما خلق. ومن الأذكار أيضا ما روى البخاري عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة أي حاجتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا تقول فاطمة يقول علي رضي الله عنه فأتانا أي أنا وفاطمة وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، جلس بينهما عليه الصلاة والسلام، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. لقد اشتد على بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الخدمة في البيت، وهذا من وظائف الزوجة،
كانت تطحن وكانت تخبز وكانت تقم وتنظف وهكذا شكت إليه ما تلقى من الخدمة وقد صار في يديها وكفيها خشونة ومن طبع النساء الملمس الناعم في الجلد لكن الخشونة بسبب الخدمة فسمعت أن عنده عبيد وإماء قد جيء بهم في الغنائم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليترك أيتام بدر وفقراء المسلمين ليخص ابنته بشيء ولذلك فإنه ذكر صلى الله عليه وسلم الذي منعه من إعطاء فاطمة هذا لا يمكن أن يترك أيتام بدر ثم دلهما على ما هو خير لهما من الخادم هذه الأذكار قبل النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 إنها تقوي البدن وتعين الإنسان على أداء الوظائف اليومية فإذا حتى أصحاب الأعمال الشاقة تعينهم هذه الأذكار التي يقرؤونها قبل النوم على أداء أعمالهم اليومية إن الذكر يقوي البدن كما يقوي القلب.